في هذه الحلقة قميص جديد ينقل أحضانك لأحبابك. القيادة في الظلام، التكنولوجيا تجعلها أكثر أماناً. نتحدث هذا الأسبوع عن الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت خلال الأحداث الأخيرة في تونس. الموضة أو الفاشن لابد وأنكم تعانون منها مثلما أعاني، فهي تتغير كل يوم ومعها تتغير أذواقنا واختياراتنا. أربطة عنق أو كرافتات عريضة فترة وفجأة تصبح رفيعة للغاية، سراويل أو بنطلونات ضيقة الأرجل وأخرى واسعة. أما بالنسبة للمرأة وأزيائها النسائية وتقاليعها الغريبة والعجيبة فحدث ولا حرج. Okay, perfect. Thank you. شكرا إلي. ولكن مع التكنولوجيا ستتغير الموضة تماما. من أحدث التقاليع التي سنتعرف عليها الآن هاك شيرت أو قميص الأحضان. لا داعي للضحك، فلنشاهد معي فرانشيسكا وراين سيعرفون أكثر. So what's it all about? قميص الأحضان هو قميص يمكنك من إرسال الأحضان عن بعد إلى أي شخص. ما عليك سوى ارتداء القميص وحضن نفسك، فأجهزة الاستشعار الموجودة داخل القميص ستسجل كل لمساتك عليها ومدتها وحجم قوتها. كل هذه المعلومات يتم نقلها عن طريق البلوتوث إلى هاتفك المحمول، ثم تحويلها إلى هاج مسج أو رسالة حضن. وحينما يوافق صديقك البعيد الذي يرتدي نفس القميص على استلام رسالة، سيبدأ قميصه في أن يشعره بالدفء، ثم يهتز في نفس الأماكن التي قمت أنت بالضغط عليها. هذا القميص المبتكر، إذن سأرتديه وأجربه. بداية يجب عليك تحميل برنامج هاك شيرت وهو مجانا وشراء القميص. وهذا هو الجهاز الصغير الموجود داخل القميص والذي يستقبل الرسالة من هاتفك المحمول ويرسل كل الإشارات إلى جميع أجهزة الاستشعار الموجودة في القميص. أنا الآن في انتظار استلام رسالة أو حضن من الهاتف الآخر، وعلى ما يبدو قد وصل. ترقبوا معي الحضن. Yes. Oh, I feel it. إنه حضن فعلا. كفى كفى كفى. خلاص. Thank you. Thank you. ولكن ليس بالضرورة أن يرتدي الطرفان قميصي الحضن، بل يمكن أن يتم تبادل الأحضان من خلال قميص واحد. فيمكنك أن تبعث برسالة تختارها من ضمن مجموعة من الرسائل المسجلة داخل البرنامج دون أن ترتدي القميص. ولكن في هذه الحالة يتعين على مستلم الرسالة أن يرتدي قميص الحضن حتى يتمكن من الشعور بالدفء والاهتزاز المنبعثين من هذا الحضن الإلكتروني. ويتيح لك البرنامج إرسال حوالي 5 أحضان في وقت واحد لعدة أشخاص. ومع قميص الأحضان توجد تقنيات أخرى مثل استخدام الضوء في الملابس. وإذا كنت من محب الرقص وأردت أن تبهر أصدقائك ببعض اللمسات الفنية، تويركل شيرت هو الحل. قميص الأحضان والرقص بالأضواء فعلا كان مضحكا، ولكن ما ارتديه الآن به إمكانيات مميزة وفعلا تستحق الإشادة بها. ستيف، لقد فعلت ما طلبته مني، وماذا بعد؟ القميص الذي طلبت منك ارتداءه سجلت داخله كل المعلومات الصحية الهامة لدي، وسأقوم بإرسالها إلى هذا البرنامج في هاتف المحمول وأرى كيف كان أداؤك. داخل هذا القميص أجهزة استشعار تقوم برصد سرعة التنفس ونبضات القلب ودرجة حرارة الجسم وغيرها من المعلومات الهامة، وترسل الإشارات الرقمية إلى هذا البرنامج عبر البلوتوث، ومن خلاله تستطيع رؤية كل التفاصيل المتعلقة بصحتك. إذا اعتقدتم أن هذه التكنولوجيا الموجودة هنا رائعة ومميزة، فانتظروا ما سأعرضه عليكم بعد قليل. Oh,
أنا هنا في مدينة برشلونة الإسبانية وخلفي أرك دي تريومف الشهيرة. فالاختراع العجيب والمبهر الذي أريد أن أعرفكم عليه موجود هنا. صاحب فكرة الاختراع دكتور مانو توريس، والمفاجأة تكمن في هذه البخاخة، وعلى ما يبدو سنشاهد تجربة غير مسبوقة. Is that right? This is a very unique invention. Yes, totally. I'm ready. Are you ready to try it, Mohamed? I'm ready. وعلى ما يبدو يتطلب هذا الاختراع أن أترك ملابسي هنا ونشاهد. وهذا أول قميص مصنوع عن طريق الرش في العالم. دكتور توريس يرش نسيجا سائلا من القطن المدور، وبمجرد احتكاكه بالهواء وملامسته لجسدي فإنه يجف ويتماسك مكونا القماش. هذه التقنية تستخدم أيضا في أنواع أخرى من الأنسجة مثل البوليستر واللينن والصوف. وبعد دقائق من انتهاء دكتور توريس من رش جسدي كاملا، هذه هي النتيجة الفورية: قميص على المقاس بالضبط. أظن ما نشاهده الآن ولا حتى في الأحلام. قميص هذا أم سحر؟ إنه حقيقي. This is real. فشركة نوفاسول تقوم بصناعة العلبة من الألف إلى الياء. بداية صناعة العلبة المصنوعة من الألومنيوم، ثم إدخال الكرات الصغيرة، مرورا بتركيب الصمام في العلبة، ثم ضغط سائل النسيج من خلال الصمام، وصولا إلى اللمسات النهائية. أو 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 أو. على ما يبدو أحد أصدقائي أرسل لي تهنئة حارة من القلب، بالطبع سأشكره بعد الحلقة. أين الكاميرا؟ أين توجد الكاميرا؟ إلى أين أتجه؟ الرؤية في الظلام صعبة للغاية. تخيلوا لو كان بإمكاني الرؤية بوضوح في الظلام. تعالوا معي نتعرف على هذه الخاصية المهمة جدا جدا. نستطيع رؤية الأشياء عبر انعكاس الضوء عليها، حيث تتكون صورة لهذه الأشياء على شبكية العينين، ويقوم المخ بترجمة هذه الصورة. إذن العامل الرئيسي هنا هو الضوء، أيا كان مصدره، ضوء الشمس أو مصادر أخرى. ولهذا فعندما ينخفض أو ينعدم مستوى الإضاءة لا نستطيع رؤية الأشياء مهما كانت قريبة منا، ولكن مع استخدام نظارات الرؤية الليلية ستتمكن من ذلك. وهذا بالاعتماد على الأشعة تحت الحمراء، والتي تنبعث من الأجسام سواء كانت كائنات حية أو جمادا. كل الأجسام تبعث أشعة تحت الحمراء تتناسب كميتها مع درجة حرارة هذه الأجسام، ولهذا فالأجسام الحارة تبدو مضيئة أكثر من الأجسام الباردة. تعتمد أجهزة الرؤية الليلية في عملها على تحويل فوتونات الضوء إلى إلكترونات، ثم مضاعفة هذه الإلكترونات وتمريرها على شاشة فسفورية. وبالتالي فإن الصورة التي تطالعك عبر نظارات الرؤية الليلية تكون عبارة عن صورة تمت إعادة تكوينها وتظهر باللون الأخضر. لا توجد خاصية الرؤية في الظلام في الكاميرات والنظارات الخاصة فقط. تعالوا نتعرف على أحد استخدامات هذه التقنية عبر شركة BMW. لماذا قررتم استخدام الرؤية الليلية في السيارات؟ Simply because BMW is always at the front of innovation when it comes to automotive technology. ببساطة شركة BMW تحاول دائما أن تكون في الريادة من حيث التكنولوجيا الآلية، وبالطبع نريد أن نكون كذلك من ناحية السلامة. فالرؤية الليلية هي إحدى وسائل تحسين القيادة بسلامة بالطبع، خاصة في الليل. قررنا وضع نظام الرؤية الليلية لأنه يسمح برؤية أبعد مما تستطيع رؤيته حتى مع استخدام الضوء الكامل في سيارتك.
وقد أوضحت الأبحاث أن 75% من قيادة السيارة يتم خلال النهار، بينما 50% من الحوادث تحدث في الليل، ولهذا فأي شيء يساعد في منع ذلك يعتبر جيدا. كيف تعمل هذه التقنية وماذا تمكنني من رؤيته على الشاشة؟ توجد كاميرا تصوير حراري في مقدمة السيارة. تقوم هذه الكاميرا بالتقاط الإشعاع الحراري heat radiation من الأشخاص أو الحيوانات أو حتى من سيارة أخرى، وتقوم بتغييرها إلى شكل رقمي وعرضها على شاشة داخل السيارة لترى ما حولك. ما نراه الآن على الشاشة هو صورة رقمية صنعت من قبل معالج الصور. ما تفعله الكاميرا الآن هو البحث عن مصادر الضوء من أمام السيارة وإدراك مصدر الحرارة. استخدام التصوير الحراري يمكننا من سهولة رؤية الأشياء التي ينبغي لنا أن ندركها من وجهة السلامة والأمان. تقنية الإنفراريد أو الأشعة تحت الحمراء أصبحت تكلفتها أقل فيما تتزايد معدلات استخدامها بشكل متسارع، فتلك التقنية التي تتيح الرؤية الليلية ستصبح قريبا مستخدمة في السيارات وربما أيضا في الهواتف المحمولة والنظارات الطبية. أراكم في الحلقة المقبلة. كتب المدون السعودي أحمد العمران على موقع تويتر في 17 من الشهر الحالي بلهجة لا تخلو من الدهشة: صديقي سليم عين وزير دولة للرياضة والشباب في تونس. المقصود هنا هو سليم عمامو المدون والناشط السياسي على الانترنت الذي أدى القسم أمام الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع يوم الأربعاء الماضي. يلخص تعيين مدون في منصب وزاري في تونس عمق التغييرات التي شهدتها البلاد، وهو دليل إضافي على الدور الاستثنائي الذي تلعبه الانترنت كوسيلة بديلة لوسائل الإعلام التقليدية التي يحاصرها مقص الرقيب في العالم العربي. يقول المدون الموريتاني ناصر ودادي إن الشبكات الاجتماعية لم تخلق الاحتجاجات في تونس، ولكنها لعبت دورا فاعلا في إعلام المجتمع الدولي بما يحدث هناك خصوصا في بداية الاحتجاجات. شبكات الإعلام العالمية خصوصا الشبكات الفضائية اعتمدت بشكل تام على الصور ومقاطع الفيديو التي خرجت من تونس باستخدام شبكات الاجتماعية والتي صورها المواطنون التونسيون العاديون في الشوارع لأحداث المظاهرات والاعتصامات وحتى القمع الذي حدث هناك. تقول الكاتبة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة منى الطحاوي إن تويتر علمها كل شيء عن التطورات في تونس، وتضيف الطحاوي أنها علمت من خلال صفحة تويتر الخاصة بالصحفي السعودي حسن المصطفى بخبر وفاة محمد البوعزيزي الذي أطلق بانتحاره الشرارة الأولى للاحتجاجات في تونس. بالنسبة لي عملت في وقت سابق على رصد هذه التحركات وتابعت هذه التحركات عبر مصادري من الداخل. المصادر كانت تمدني بالأخبار وكنت أحاول التوثق من هذه الأخبار عبر متابعتها من مصدر إلى آخر وعبر متابعتها مع وكالات الأنباء ومع ما تبثه الفضائيات العربية والعالمية. تشير التقارير إلى أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك في تونس تجاوز في بداية العام الحالي 1,800,000 مشترك، على الرغم من محاولات الحجب التي مارستها وكالة الإنترنت التونسية خلال السنوات الماضية. وللحديث عن الدور المستقبلي لمواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت نتحدث مع الدكتور نور الدين الميلادي. لعبت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت دورا في الاحتجاجات الأخيرة في تونس، ما هي طبيعة هذا الدور؟ رغم الحصار الإعلامي المضروب على مؤسسات المجتمع المدني وكذلك على الشعب التونسي الذي سيطر عليه الحكومة السابقة، ولكن الشباب، مجموعات الشباب النقابيين وما إلى ذلك وباقي المواطنين تمكنوا أن ينظموا مظاهرات في كافة أنحاء الجمهورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حقيقة أنا أسميها طفرة فيما يتعلق بدور الإعلام في أحداث مثل هذا الحراك الاجتماعي. إضافة إلى ذلك فإنه ما أعطى الموضوع زخم مهم لما التقطته وسائل الإعلام
بعض وسائل الإعلام الناطقة بالعربية وكذلك بعض الوسائل الإعلام الأجنبية. وعد الرئيس زين العابدين بن علي برفع الرقابة عن وسائل الإعلام التقليدية والإنترنت قبل يوم واحد فقط من مغادرته للبلاد. كيف ساهم هذا القرار في تسريع وتيرة الأحداث في تونس؟ وهل يمكن للحكومة الجديدة المحافظة على هذا الوعد؟ لما أطلق وعده بن علي طبعا تحقق الوعد خلال ذلك اليوم، وهو يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة فعلا فتحت، ولكن هذه في نفس الوقت كانت هي فرصة أخرى لهذه الشبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر اليوتيوب أنها كذلك تنفتح أكثر وكذلك توصل معلومات جد خطيرة حول يعني مواجهة الشرطة التونسية والبوليس السري كذلك للمظاهرات، حول بعض حول الكثير من الضحايا من موتى من جرحى نقلوا لمستشفيات، وكانت كل هذه الصور تنقل عبر وسائل الإعلام حول العالم. هل رصدتم تغيرا في طريقة عمل وسائل الإعلام التقليدية في تونس بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت صعودا لوسائل الإعلام الاجتماعية؟ التغيير فعلا تغيير جذري، يعني أنت تحكي على تغيير يعني معاكس تماما. من يتفرج الآن على التلفزة التونسية يعني ونحن الآن بعد 3 أو 4 أيام فقط من 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 إزاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فنحن نتحدث على تغيير شامل في كيفية تعاطي التلفزة التونسية الراديو الوطني وكذلك محطات الراديو الأخرى المستقلة والصحف والمجلات لما يدور في تونس من نقاشات حول مستقبل الديمقراطية، حول مستقبل وسائل الإعلام، حول دور المجتمع المدني، حول دور المؤسسات المستقلة وغير المستقلة. كيف ترى مستقبل دور وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في تونس؟ فيما يتعلق بوسائل الإعلام التواصل الاجتماعي التي تحدثنا عنها طبعا هذه سيبقى تأثيرها. نحن لما نتحدث على قطاعات الشباب نتحدث على ما يحدث في باقي الدول سواء كان العربية وكذلك في الغرب، نحن نتحدث على هي الوسائل التي فعلا يعني يتعاطاها الشباب ويجعلوها هي ربما المصدر الأول للمعلومة، وكثير في الكثير من الأحلام من الأحيان هي ربما المصدر الأول كذلك للاستمتاع وللفرجة، سواء كان للموسيقى، سواء كان للأفلام، سواء كان لتناقل أو نقل الخبر وما إلى ذلك. أهلا بكم مجددا في جولة جديدة عبر مواقع الإنترنت. نبدأ اليوم بموقع markhr.com، فهو موقع متخصص بالموارد البشرية والتوظيف والتدريب، كما يحتوي على أخبار قد تساعدك في الالتحاق بوظيفة جديدة. الموقع باللغة العربية، ننتقل منه على arabpet.com، وهو موقع خاص مليء بالنصائح لتربية الحيوانات الأليفة. ستجد فيه أيضا معلومات ومقابلات مع خبراء بالحيوانات وطرق الرعاية الصحية، كما يوجد بالموقع قسم خاص لبيع وشراء الحيوانات. وإذا لم تكن هوايتك هي تربية الحيوانات الأليفة ولكنها الطهي، فموقع وصفاتي.com هو الموقع الذي اخترته لك. الموقع خاص بوصفات وجبات عربية وعالمية، كما يحتوي على قسم خاص لطريقة إعداد تلك الوجبات لمساعدتك. وأخيرا، إذا كنت تبحث في الإنترنت عن مواقع عربية في مجال أو تخصص ما، اقترح عليك موقع عربيونأنا.com، فهو دليل المواقع العربية وستجد المواقع حسب التصنيف، سواء كنت تبحث عن مواقع رياضية أو اجتماعية أو كنت تبحث عن مواقع خاصة بعالم الكمبيوتر، سيساعدك الموقع على العثور على المواقع المناسبة. انتهت الجولة وجاء موعدكم مع مقطع الفيديو الذي اخترناه لكم من موقع يوتيوب. إلى اللقاء. للتواصل معنا شاركونا بآرائكم واستفساراتكم على إيميل البرنامج fortech@bbc.co.uk، ولمتابعة البرنامج twitter.com/bbc4tech أو facebook.com/bbc4tech.